جديد، شركة ريلمي بتزود عدد هواتفها في السوق بأنها تنزل موبايل ريلمي 3 برو، واللي هتكلم عنه النهاردة وهو اللي بيكمل مسيرة أخوه التوأم ريلمي 2 برو، لكن مش توأم قوي، بحيث أن الشركة اشتغلت أنها تصلح أهم عيوب الجهاز الأخير اللي ذكرناه وأهم نقط الضعف اللي ذكرت فيه. لو مهتم بالموضوع ده وبالموبايل ده تابع معايا الفيديو، ومتنساش دعمك للقناة. معاك زي ما قلت سابقا ان ريلمي اشتغلت على انها تحسن نقط الضعف اللي كانت موجودة في ريلمي 2 برو، وطورت الكاميرا الامامية للجهاز بشكل كبير جدا، وحسنت سعة البطارية وقدرتها على الصمود، كمان طورت اداء الجهاز وبقى اقوى بكتير بحيث يقدر يدخل الحرب بين الهواتف المنافسة وكمان يكسبها الى حد ما، وده عن طريق معالج كوالكوم الجديد 710 سناب دراجون، واللي هو نفس المعالج المستخدم في اوبو رينو. وبصراحة من أهم اللي يميز ريلمي إنك تقدر تحصل على أعلى مواصفات بسعر قليل، ودي نقطة لصالح المستخدم، يعني بالبلدي كده تقدر تخلي الشركات تتنافس وتخفض في السعر وانت كمستخدم تستفيد. خلينا نروح للمواصفات العامة للموبايل بدون ما أطول عليكم. الموبايل بمعالج 8 نواة 710 سناب دراجون بتكنولوجيا 10 نانو، وفي نسختين من الموبايل، الأول 64 جيجا تخزين و4 جيجا رام، والتاني 128 جيجا تخزين و6 جيجا رام، والاتنين بيقبلوا ان انت تضيف ذاكرة خارجية او كارت ميموري للموبايل. كاميرا الموبايل خلفية مزدوجة 16 و5 ميجا بكسل، الكاميرا الأمامية 25 ميجا بكسل، شاشة 6.3 مع نوتش صغير بدقة Full HD Plus. نظام التشغيل حديث وآخر نظام لأندرويد 9 ببطارية 4045 ملي أمبير. الموبايل مصنوع من البلاستيك بالكامل وبيدعم تشغيل شريحتين من نوع نانو وتشغيل كل الشبكات المتاحة في مصر سواء 2G أو 3G أو 4G، وسرعة اتصال البيانات من نوع كات 6 بتخليك تحمل لحد 42 ميجا بايت وأبلود 11.5 ميجا بايت، ده في الجيل الثاني. أما في الجيل الرابع بتحمل لحد 300 ميجا بايت في الثانية وأبلود 5 ميجا بايت في الثانية. شاشة الموبايل بنوتش صغير على شكل ووتر دروب زي الموجودة في موبايل اوبو اف 9، والشاشة من نوع IPS LCD بمساحة 6.3 انش وبدقة 1080 في 2340 بكسل بمعدل بكسلات 409 لكل انش، مع طبقة حماية كورنينج وريلا جلاس الجيل الخامس او الاصدار الخامس. معالج الموبايل من شركة كوالكوم بنوع SDM 710 سناب دراجون 710 بتقنية العشرة نانو، ومعالج رسومي ادرينو 616 واللي هو بالمناسبة بيشغل فورتنايت والبابجي بجودة عالية جدا، وده هنتكلم عليه كمان شوية. نتكلم عن كاميرا الموبايل، فالكاميرا الخلفية مزدوجة وبتيجي بشكل بارز شوية عن ظهر الموبايل، والكاميرا الأولى بدقة 16 ميجا بيكسل ومستشعر سوني IMX519 وفتحة عدسة 1.7، أما الكاميرا الثانية فهي بدقة 5 ميجا بيكسل وبفتحة عدسة 2.4، ودي خاصة بعمل العزل والبورتري وبتقنية ازدواج البكسلات مع فلاش خلفي ليد. الكاميرا الأمامية فهي بدقة 25 ميجا بيكسل وبفتحة عدسة 2 وبتتبع تقنية دمج البكسلات 4 بكسلات في بكسل واحد، والكاميرات عموما بتدعم تصوير الفيديوهات 4K و Full HD Plus و HD وتصوير سوبر سلو موشن بجودة فول اتش دي، لانها بتدعم المثبت الالكتروني وتصوير التايم لابس، وده غير انها بتدعم اوضاع مختلفة من التصوير زي التصوير الليلي، وده اللي بيعزز جودة الكاميرا في الاضاءة المنخفضة. وضع الالترا اتش دي واللي الشركة اتكلمت عنه كتير، واللي في الوضع ده الموبايل بياخد 8 لقطات او 8 صور ويدمجهم في صورة واحدة وبيدي لك صورة بدقة 64 ميجا بيكسل، وطبعا وضع الكروما بوست والاتش دي ار وغيره. بطارية الموبايل بسعة 4045 ملي أمبير بتدعم الشحن السريع بتقنية فوك، أحدث نظام أندرويد 9 مع واجهة أوبو الأحد 6 زي الواجهة اللي كانت في موبايل ريلمي 3، وفي الظهر مع خاصية الفتح ببصمة الوش أو الفيس أنلوك، ومنفذ USB من نوع مايكرو الإصدار الثاني، وتقدر تركب OTG مع منفذ سماعات 3.5 ملي، ده غير ان الشركة بتقول انها غيرت مكان السماعة الخارجية وضعفت الصوت عشان وانت بتلعب ايدك ما تكتمش الصوت او ما تبقاش حاجب الصوت عنك. الموبايل بيدعم مستشعرات التسارع والقرب والبوصلة والجيروسكوب الخاص بنظارات VR وبلوتوث بأحدث إصدار وهو الخامس، وبيدعم GPS وأنظمة الملاحة. الموبايل هيتوفر باللون الرمادي المتدرج واللون الأسود والأزرق المتدرج أو المموج.
سعر الموبايل المتوقع للنسخة 64 هيكون بحوالي 4000 جنيه، وللنسخة 128 هيكون في حوالي 5000 جنيه، واحتمال نزول نسخة كمان اللي هي 8 جيجا رام، ولكن ده الكلام ده لسه مش أكيد. ونتوقع ان الموبايل ينزل مصر في الشهر ده او شهر يونيو. ودلوقتي فمع مميزات وعيوب الجهاز. اولا عن عيوب الجهاز، التصميم ممتاز ومتنوع في الالوان من الشركة، من نوع المتدرج وحرف اس وكل الكلام ده، ودي حاجة جديدة من ريلمي. بس العيب هنا انه الموبايل لسه من البلاستيك، ودي حاجة كنا عاوزينها تتغير، ولكن مش هنطلب الكتير بالنسبة لمميزات الجهاز اللي هنعرفها كمان شوية. في موبايلات احسن من كده من حيث التثبيت الالكتروني في تصوير الفيديوهات. الموبايل ما فيهوش رمبة اشعارات، ومنفذ اليو اس بي بتاعه من نوع مايكرو، رغم ان في الموبايلات التانية دلوقتي بتحدث المنفذ ده، بس الشركة قدرت تعوض عن ده بانها تدي لك راس شاحن 4 امبير. الموبايل بيشغل لعبة ببجي والفورتنايت، دي المعلومات بس. اما عن مميزات الجهاز، فبصمة الموبايل سريعة جدا، بيدعم تصوير الـ4K والسلو موشن او سوبر سلو موشن، بيشغل شريحتين وكارت ميموري في نفس الوقت، اداء مميز للكاميرات من ناحية الالوان والتباين وتحديد الاطراف في وضع البورتري، اداء الشاشة مريح للعين ومرضي، وهي نفس نوع شاشة ريلمي 2 برو ولكن بطبقة حماية احدث. البطارية هتشحن من 0 لـ100% في حوالي 1.5 ساعة، 80 دقيقة شحن البطارية، يعني ده وقت قليل جدا، وده بسبب الشحن السريع والتقنية المستخدمة فيه. وأداء البطارية ممتاز لأن حجمها كبير، وكمان توفير المعالج في استهلاك البطارية، دي ميزة كويسة تحسب للشركة. أفضل أداء في الألعاب مقارنة بسعره في 2019، فالموبايل مناسب للألعاب وبالأخص ببجي وفورتنايت وكل الكلام ده بسبب المعالج الرسومي القوي في الموبايل. أداء المعالج ممتاز، فهو نفس معالج نوكيا 8.1، الأغلى منه في السعر، وده مش هتلاقي موبايل بنفس الأداء ده في الفئة السعرية دي حاليا. أداء المعالج بيتفوق على المعالجات التانية زي موبايل أوبو F11 وسامسونج A50 أو سامسونج A50، وبيتفوق عليهم بشكل كبير جدا. فنصيحتي الأخيرة، الموبايل ممتاز جدا، فأنت تقدر تشوف المواصفات المميزات والعيوب اللي تهمك في الجهاز واللي طبعا تنتمي لاستخدامك أنت. كانت معاكم إيمان محمد، شكرا ليكم، ما تنسوش طبعا دعمكم للقناة، لايك شير سبسكرايب.